عادات وتقاليد هذه بقات نهار العيد شنو هي؟ نذبحوا العلوش، نشوي المشوي، نعملوا قلايه، نعملوا العصبان، هكا هكا الناس كل. احنا في البقالته نذبحوا علوش، نشويه ونقدوا ونطيبوا ملوخيه ونعملوا لحم ملهوث بالماء والكرويه وخبز، نحميه خبز في الطابونه وهذاك هو. نعملوا سلطه مشويه، سلطه نشويه لحم وهريس ونتوكلوا على الله. لا ما نعملوش عادتنا، مش تاع البازين جماعه المحرس، ما نعملوش البازين. نمشوا لدار جدي نتلاقاو كلنا غاديك نطبخوا معناتها ونتلمدوا الكل، ومن بعد نشويوا لحم العادات والتقاليد بالنسبة لليبيا وتونس متوحدة، ما تفكرش فيها واحدة، لأن احنا أصلا واحد. اليوم العيد عاده الله عليكم بالصحة والعافية، هي بعد الذبيحة الكبدة طبعا معروفة والمشوى هذا مضمون، بالتالي زيارة للأقارب وتهنيتهم بهذا المناسبة العظيمة، بعدين نجوا للأكل. احنا نديروا في حاجه اسمها انتم تقولوا لها العصيده، لكن احنا نقولوا لها بازين. بالنسبه للتونس يقولوا لها عصيده، لكن احنا بالنسبه لليبيا نقولوا لها بازين. الوجبه الاولى هذه رسميا تكون بازين، هذا بالنسبه لليوم الاول. يعني اليوم اللي يليه بتكون كسكسي، العصبان انتم مش عارف تقولوا لها عصبان، اظني نفس الكلمه العصبان. فالوجبات هذه لازم تتوزع للاقارب ويذوقوا منها ذوق، نقولوا لازم يذوقوا منها شوي شوي للاقارب، وتجي ترفعي لها عصبان ترد لك عصبان لازم منه. هذا باليوم الثالث يوم نديروا في عاده اسمها بالخبزه بالفتات، تقولوا لها فتات وحنا نقولوا لها خبزه. نهار العيد عادتنا كي الناس الكل بعد الذبيحه نعملوا العصيده، نعملوا القلايه، نعملوا الحركه، ننظموا اللحم كل شيء. ندبحوا العلوش، نغسلوا الدوارة، نعملوا المشوي، نعملوا شوية قلية. والله يا عيد يزكروا الحم العلوش ب 700 ترف 800 ترف يزكروا الحم يا ربي حمدك وشكر. والله كسكسي احنا الخروان معروفين بالكسكسي. نهار العيد نعمل كي الناس الكل، صلاة هي الأولى ساعة، صلاة العيد، بعد صلاة العيد يدري يذبح العلوش. العلوش ياكلوا كم الناس ويفرح صغيرات ويفرح امه ويفرح الناس الكل، واحنا ان شاء الله ربي حين يحب كل عام هيك يديني العلوش يشوفها، سواء تاخذ مليون سواء تاخذ 200 الف تسمع كل اغلى فالتالي ناكلوا الناس الكل نعيشوا وربي حين يحب كل عام. تقاليدنا هناك في فلسطين يذبح ذبايح، تروح العالم على بعضها البعض، الزور زور بعضها البعض، فهمتي علي؟ يعني مثل هيك القرايب أولاد العم الإخوان اللي هذا يروحهم يزورون بعضهم البعض، يعيدون بعضهم من الصبح، بس يطلعون من الصلال يمشون على بيت بيت يزورون بعضهم، فهمت علي؟ إيه. نهار العيد كيف العباد الكل وكي الناس الكل نضحي ونعيد ونعملوا مشوى، نعملوا شوية بنزين، والعائلة كاملة نتلمدوا، وهذيك هي فرحتنا في تونس وكهوة. معناها الواحد الحمد لله الحمد لله على صحة البدن، الحمد لله إن شاء الله كل عام حيين بخير. باي باي تونس، للشعب العزيز تونس، باي باي.